Oi, توبة توبة. اوكي ام اطلع افهمك. تعالي يا محمد افهمك. يلا استاذ محمد اخو العروسة. صباح الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما بصراحة بقى انا دلوقتي عمال اتصل بيك في التليفون وانت ما بترديش عليا، وبصراحة انت وحشتيني اوي وكان نفسي اشوفك واسمع صوتك. طب بص بالراحة، انت قلتلي قابليني مرة واثنين وتلاتة عشان افهمك وتفهميني عشان اجي اتقدم لماما واخطبك. بصراحة انت نيتك مش سليمة، ولا بتيجي ولا بتعمل اي حاجة. كل دوت نيتي مش سليمة، بس يا حبيبتي الموضوع اللي انا عايز اعرفك اكتر، عايز اعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، حياتكم ماشية ازاي، بتصحي الساعة كام، بتنامي امتى، الحاجات دي برضه لازم اعرفها. طب بص انت لو نيتك سليمه اشوف شخصيتك ماشيه مع شخصيتي ولا لا. طب ما انا قابلتك كذا مره وقلت لي هفهمك وانت ما فيش اي نتيجه منك. بالله عليك، هو في حد يعرف حد يشوف اربع مرات كل مره ساعتين بس؟ انا لا. بص انت لو نيتك سليمه وفعلا عايز تخطبني، ماما بتيجي من الشغل الساعه 2 واخويا الساعه 5، في اي وقت تعالى خبط على الباب وهنتشرفنا وتأنسنا والله. يعني انت دلوقتي قاعده في البيت لوحدك؟ ايوه انا اختي في الدرس. طب انا اقول لك حاجه بقى، انا كان بقى من زمان بقى نفسي اشرب القهوه من ايدك انت. انت باين عليك خباك ست بيت وبتعرف تعملي قهوه صح؟ بص هو انت باين عليك جاي تعملي مشاكل وخلاص صح؟ لا والله ده انا بحبك. لو سمحت بص ما تتصلش بيا تاني وامشي من هنا بسرعه، البواب لو شافك هيعمل لنا مشاكل والبواب بتاعنا لكاك والله. ما تهزريش بقى، يلا لفي وافتحي لي الباب يلا. ما تهزريش. ما ينفعش لو سمحت، انت ما ينفعش انت بتعمله، انت هتفضحني كده والله، هتفضحني وتعمل لي مشاكل وسط الجيران واصحابي. قول له صاحب اخوك عادي يعني في ايه؟ ما ينفعش لو سمحت امشي عشان خاطري. بصي خلي بالك انت مش عاطياني الفرصه ان انا اتكلم معاك، اديني فرصه. لو سمحت انت كده نيتك مش سليمه والله، نيتك مش سليمه، انت عايز تفضحني وخلاص. علم علامه جوه قلبي، ساب لي بصمه، بسمه العيون ورسمه الشفايف، شايف الحلاوه، اصل الافندي ده في حته تانيه، عندي مترستق جوه قلبي وفي قلبي من جوه. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا سارة؟ ارجعي مفيش درس. ده ليه؟ شكل مستر تعبان، بس الحمد لله ما كنتش مذاكره اي حاجه. لا انا كنت مذاكره كويس جدا. طب ما تيجي ناجره عجل. لا ما ينفعش عشان انا ما قلتش لماما. طب انا هروح اجر عجل. روح انت بقى انا مروحه. امشي بقى والنبي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ ايه؟ ازيك يا ابو مصطفى؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه يا اخبار؟ الله يخليك. اجيب لي الاستاذ كرسي يقعد هنا؟ لا 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 ده هو ده صاحب اخويا وجاي يسال عليه بس. والله لاقيين على بعض، شاديه وعبد الحليم. شايف انا مسمار الحب؟ شايف. اتعلم الحب يالا. اتعلم. لا عاوز حاجه انا جوه. ها ماشي شكرا. ماشي عاوز حاجه يا استاذ؟ الله يخليك. الله يخليك. صباح العسل. السلام عليكم. عشان خاطري امشي، انت عايز تفضحني وخلاص، انت كده هتفضحني بين الجيران، البواب لكك والله ما هيسكت. يا حبيبتي الموضوع سهل خالص، زي ما انت قلتي له واحد جاي بيسال على اخويا صاحبه وخلاص بس كده. طب عشان خاطري امشي، عشان خاطري ما تعمليش فضايح، عشان خاطري انا غلطانه اني كلمتك في التليفون اصلا وقابلتك من اول مره. هترد عليا على الموبايل؟ هرد بس امشي والنبي امشي. خلي بالك لو مشيت وما رديتيش عليا على الموبايل انا ممكن اخلي البواب يجيب لي كرسي هنا واشرب شاي وقهوه طول اليوم، البواب بتاعكم باين عليه جلد المال. عشان خاطري خلاص امشي، هرد عليك امشي. طيب نعم. هي امنيه فين؟ امنيه في الدرس هتتاخر. ماشي يا حبيبتي. بص شايف انت هتعملني مشاكل، عشان خاطري امشي بقى. رد عليا يلا اهو. طب امشي. طيب يلا روح ارد. يلا. امنيه فين يا تنت آية؟ في الدرس يا مكه، في الدرس يا مكه. في الدرس؟ ايوه. ماشي. ايوه. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا مكة؟ انا رحت سالت عليكي في البيت وابلة ايه قالت لي ان انت في الدرس، وبالاماره لقيت ابلة ايه بتكلم واحد من الشباك. اختي انا؟ اه. وعايزه اقول لك حاجه كمان يا امنيه، عمو محمود البواب بيقول كلام وحش على اختك. اختي انا؟ اه. يقول ايه؟ بيقول اللي هي كل شوية بتكلم واحد من الشباك.
تلعبي معايا أمنية. أختي أنا؟ يا أمنية يا أمنية. ايه يا امنيه؟ كلمي مين في التليفون؟ دي واحده صاحبتي في الكليه. اه طب مين اللي كان واقف هنا وبتكلميه؟ واقف؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مكه صاحبتي. مكه؟ طيب تعالي بس لفي يا امنيه وانا هحكي لك. ماشي انا جايلك. انت فضحتني والله، على فكره فضحتني. يا دبلة الخطوبة عملنا كلنا. يا دبلة الخطوبة عملنا كلنا. انا مش فاهمة حاجة. في ايه؟ مبروك يا حاجة هند. والله انا فرحت ليك من قلبي. هطلع حج ولا ايه؟ هستاكل الحلاوة علينا ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ لاقيين على بعض ما شاء الله. الاستاذة ايه واقفة منورة في البلكونة، هو واقف تحت كده. عبد الحليم وشادية. طول على مين يا على مين يا ابو مسمار انت؟ بص لو عاوزة نور في واحد حدانة هنا علقلك فرع نور من هنا لجي اخر الشارع. والله انا فرحان والله العظيم. انت بتتكلم على ايه بنت انا؟ اه شفتها ما شاء الله واقفة مع العريسها، كان واقف هنا عند الشباك هنا ويكلموا بعض والحب. بص مقطعين بعض حب. ايه بنت انا يا ابني تعمل كده؟ ربنا يبارك لك فيهم يا حاجة هند. بص يا حاجة هند انت بتعملي كده ليه يا حاجه هند؟ ايه عاوز تاجلي بدله مسمار ولا ايه؟ انا عايز بدله. ايه ده مسمار؟ لازم تجي له بدله يا حاجه هند، والطقم الجديد بتاعي على حسابك. هنشرفوكي والله. عاوز تاكلي الحلاوه ولا ايه يا حاجه هند؟ يلا دبله الخطوبه عملنا كلنا. نبني طوبه 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 طوبه. ازيك يا حاجة هند؟ ازيك يا مك؟ انا بخبط على امنيه عشان تنزل تلعب معايا ومش راضيه ترد عليا. شكلها يا حبيبتي في الدرس. لا امنيه جت من الدرس. معرفش بقى، انا هطلع اشوفها لك دلوقتي. الف مبروك لابلة ايه. على ايه يا حبيبتي؟ اصل عمو محمود البواب قال للسكان العماره كلها على خطوبه ابلة ايه، قولي لي بقى هي الخطوبه امتى علشان اقول لماما وبابا وييجوا. انت عارفه هجيب فستان، والله العظيم هجيب فستان. ماشي حبيبتي ماشي ماشي. طب قولي الامنيه تنزل تلعب معايا. اخونا عروسه وصل وصل وصل، استاذ محمد وصل. اخونا عروسه اخو العروسة اخو العروسة. يا دبلة الخطوبة عملنا كلنا. يا محمود الف مبروك يا استاذ محمد. مبروك عليك. الف مبروك يا استاذ محمد. الف مبروك. بس اقول لك حاجة، شاب زي العسل ما شاء الله والله العظيم، راجل شكله راجل الله اكبر عليه. والله انا ما فاهم حاجة. مبروك استاذ ايه، ما خطيب استاذ ايه كان واقف هنا، كان بقى بيحبوا في بعض بقى تحت الشباك. ايه مين؟ ايه اخت حضرتك خطيبها كان واقف هنا بيحبوا في بعض. ايه اخت انا؟ اه محمد الف مبروك. الحلاوه اللي ايه؟ عاوز تاكل الحلاوه زي الحاجه هند؟ بدله مسمار عليك من الاخر، وانا طقم حلو وهشرفك. اقول لك يا استاذ محمد هقعد شهر على سلم العمر اخدم على اللي طالع واللي نازل. يلا يعني مكتوب فوق. اخونا عروسه اخونا عروسه اخونا عروسه اخونا عروسه استاذ محمد. والله مش فاهم حاجه. محمد استاذ محمد انا في الخطوبه. يا ابو غزل بارك الاستاذ محمد. استاذ اتخطبت شاب زي العسل، النضاره في حقوق والعواجن بقى والجاكيت، واقفين بيحبوا بعض تحت الشباك هنا حب حب. شفتي شبه بتوع السيما بجد. الف مبروك يا استاذ محمد بجد. هي دي رساله طيبه ومحترمه جدا وتستاهل كل خير. يا دبلة انت ايه؟ انا ما فهمت. تعال اسمع يا عم، تعال ادخل اساله. تعال ام العروسه. تعال يا عم محمود. تعال اسمع يا عم ام العروسه. اخت العروسه. ام العروسه. واخت العروسه. وام العروسه. اوكي يا امي اطلع افهمك انت.
تعالي يا محمد افهمك. يلا استاذ محمد اخد العروسه. استاذ محمد اخد العروسه. هل مبروك واول امنيه يا حاج هاني؟ كلهم ألف مبروك يا بلقاية. مبروك يا أستاذ محمد. هاتلي الفسفور عليك يا سبحان الله هشرفك. هاتلي طقم قميص أحمر كده وبنطلون أسود. هاتلي عريس بقى، غطي على العريس. الله يخليك يا أستاذ محمد. يلا يلا يا جدعان زفوا. أخد العروسة أخد العروسة أخد العروسة أخد أغنية يا دبليس. يا امي في ايه؟ ايه موضوع الخطوبه ده؟ والله ومين اللي كان واقف معاها في الشباك بيتكلمها ده؟ طب انا عمال يقول لي شادي عبد الحليم عم محمود البواب. هفهمك كل حاجه بالراحه. ماشي، انا في واحده صاحبتي قالت لي ان احمد عايز يخطبك. احمد مين ده؟ هو واحد معانا في الكليه. تمام. بعد كلمته مره في التليفون. بعد كده راح كلمتيه في التليفون؟ اه. كملي. ماشي، ما انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ماشي قولي كل حاجه بعد بصراحه. بعد كده قال لي علشان افهمك وعلشان يعني نبقوا متفاهمين مع بعض عشان اعرف اخطبك لازم تقابليني مره عشان يعني نفهم بعض. تمام. بصراحه قابلته. يعني قابلته 4 مرات بصراحه، كان بيعزمني ياخدني في كافيه. قابلته 4 مرات؟ ايوه 4 مرات بصراحه. وانا ما اعرفش حاجه؟ انت تعملي كده؟ ما هو اللي انت عملتيه ده صح ولا غلط؟ ما انت مش فاهم حاجه والله. هو قال لي انا هاجي اخطبك وانا لما لقيت ان هو مش جد انا ما بقتش ارد عليه على التليفون عشان كده جالي تحت البيت. اللي انت عملتيه ده صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. سودت وش في الطلعه وفي الدخله يقول لك خطوبه. قولي سكر عمره ايه؟ انا والله والناس كلها في الشارع عماله تقول لي الف مبروك. قولي لي كده اقول لهم ايه؟ انا ما خرجتش معاه لما هو قال لي انا هخطبك. والله والله العظيم قال لي هخطبك واجي اكلم مامتك. يعني انا دلوقتي ارد على الناس دي اقول لها ايه؟ خطوبه اختي باظت؟ هات التليفون كده. هات التليفون. مفيش تليفونات تاني. مفيش كليه تاني ولا خروج من البيت تاني. لا ولا تقف في اخر ولا اخر مره تقف في الشباك. والنبي خلاص ممنوع الكلام ده عندي خلاص. انا اسفه والله حقك عليا. هي سكه مره واحده بس. انت مش قد السكه. اللي عايز يخطبك ما جاش نم الباب يخطبك، جالك من الشباك. ما هو يا ماما قال لي انا لازم افهمك الاول عشان ادي يخطبك. والنبي يا محمد شفت اللي عملتيه ده صح ولا غلط؟ انا عارفه اني عملت غلط. خلاص خلاص والنبي يا محمد ما تتكلميش معايا خالص. محمد يا امنيه تعرف انا وانا كنت رايحه الدرس فصلاح قال لي الدرس اتلغى وقال لي ايه رايك تعالي تاجري معايا عجل. فانا قلت له ما ينفعش عشان انا ما قلتش لاخويا ما قلتش لماما. جدع يا امي. شوف البت الصغيره عقلها احسن مني. جدع يا حبيبتي. فاهمه الصح والغلط. ودي يا محمد اخر مره والله انا اسمح حقك عليا. الموضوع ده ما يتفتحش تاني. انا بفهمك. طب كليتي عشان خطي يا محمد. مفيش كليات تاني. خلاص اخوك قال كلمه خلاص اسمعي كلام اخوك. سكان العماره دول اقول لهم ايه؟ قولي لي كده. ده عم محمود البواب قال لي السكان كلها. طب ما انا اعمل له ايه طيب؟ انا اعمل له ايه يا عم محمود البواب وانا قلت له حاجه؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش انت اللي عملتي كده في نفسك؟ مش انت اللي وصلتي نفسك لكده؟ ما صالحتنيش ليه من الاول وكنت اقف جنبي. انت اللي غلطانه. حقك عليا والله. حقك عليا يا ماما سامحيني. حقك بعد ايه؟ بعد ما فضحتينا في العماره سودتي وشك. ابو مسمار يقول لي خطوبه مش خطوبه وانا عامله زي العبيطه. عندهم حق يا ايه.